بينا بلغ سعادتك ولا حتى يقول لي احميه ولا اي حاجه. اه طب وتشك رب يكون بس انجز اي حاجه. صباح الخير. صباح الخير شبلي. ازيك؟ ازيك يا شبلي؟ ايه ده انت بتقعد ليه؟ نعم في احد رقيب. لا اتهيألي ان حضرتك قلت لشاوي اقعد ما قلتش لحضرتك. طب ممكن انا اقعد؟ اتفضل اتفضل. احنا اسفين يا شبلي بيه. على ايه فين؟ على اننا بنتعبك يعني وقلقين منامك كل يوم والتاني بمناسبه ومن غير مناسبه. يا فندم عيب الكلام ده. منام ايه ونوم ايه وكلام فاضي ايه؟ انا تحت امرك تحت امر الشغل. عامل لي فيها سبايدر مان بتدخل تاخد مستندات من غير اذن نيابه وحتى من غير ما تقول لي. لو ما قلت له كلمني انا. يا فندم بصراحه انا زارع نفسي في وسط العصابه 13 يوم ابتديت اتاثر بيهم خفت ابقى واحد منهم قلت لا ما بدهاش لازم احط الخطه واحدد ساعه الصفر واجيب السي دي. وما قلتليش ليه؟ لاني عارف انك مش هترضى لانك مش واثق فيا انما المره دي انا خطيت الخطه وكل حاجه تمام. خطيت الخطه؟ طيب يا سيدي الحمد لله اللي خطيت الخطه. فين بقى المستندات؟ مستندات؟ فندم ده لفظ قديم قوي ده يمكن من السبعينات. ده دلوقتي بقى في حاجه اسمها سي دي تقدر تعمل منه 100 مستند لو عايز. اللهم طولك. طب يا سيدي انا راجل قديم فين السي دي؟ نعم يا اخويا. ما انا هقول لسعادتك يا باشا. قول لسعاده الباشا احرق دم الباشا. اه يا باشا مالك سلامتك. شل الباشا اسف عمر الباشا. في حاجه يا فندم؟ لا مفيش. فين السي دي؟ السي دي؟ السي دي مع مواطن مصري شريف الانسان الوحيد اللي توسمت فيه الحكمه والعقل والرزانه وانا بهرب من نيران المعركه. معركه؟ يا وكان في معركه؟ طبعا يا فندم. هو انا ظابط عادي؟ ده البطاردات استمرت يجي ساعه الا تلت. بطاردات؟ اه. فين السي دي؟ مع مواطن وطني زينه شباب التجمع الخامس. هو انا هرتبط بيه؟ روح هات منه السي دي. حاضر حاضر هيحصل. ايه اللي رجعك بسرعه؟ بصراحة أصلا امبارح قبل ما أمشي نسيت أسأله كان اسمك إيه؟ آه بالصبح قاعد بفتكر كان ساكن في أنهي شارع برضه؟ آه في حاجة يا فندم؟ أنت اللي بتسأل؟ أنت يا ابني عاوز إيه؟ إيه حكايتك معايا بالظبط؟ كتبت طلب نقل ما وقفوش عليه، تحب أستقيل عشان تستريح؟ مش للدرجات يا فندم، أنا بس نفسي نفسي مرة واحدة تثق فيا. بلاش الكلمة دي. ليه بس؟ كل مرة تقول لي صدق فيا تحصل كارثة. صدفة والله؟ لا بالصدف، وأنت عاوز أثق فيك أنت؟ ده أنت ضيعتني. أنا؟ أيوه أنت. من يوم الراجل تجري مخدرات جمجوم فاكره؟ لما عدنا مستنيين من سعادتك إشارة عشان نقبض عليه، فضلنا مستنيين مستنيين لغاية ما الراجل هرب. راحت عليا نوم يا فندم. النوم سلطان ما يغلبوش الجان. نام بعدها يا سلطان. ما انا كان بقالي 10 ايام سهران بجهز للهجمه، طبيعي جدا يجمس عليا النوم. تقوم تنام في اللحظه اللي هتقبض عليه فيها. اهو نصيب. ايه ده؟ ايه الكحه دي؟ مين بيكح؟ ده الموبايل بتاعي. موبايلك بيكح؟ طب رد عليه قبل ما يعدينا. بس ما يصحش يا حبيبي بلاش الادب اللي زرع اللزوم ده. يا سيد ده انت هتقصف عمري اديني سايبها لك. اتفضل يا فندم. الو؟ ايوه مين؟ نعم. وطي صوتك. حاضر يا فندم. ايوه بتقول ايه؟ مستندات؟ مستندات ايه؟ مصنع؟ مصنع الادويه؟ لحظة. مصنع الادويه؟ لحظة طب استنى. ايوه مصنع ايه؟ الادويه؟ يبقى هم لحظة يا فندم. طيب اتكلم معاهم. اتكلم اتكلم. ايوه انا معاك. عايز ايه؟ حاول تاخد منهم اي معلومات يا فندم. طب ارد على مين؟ ما هي اسمعك اسمعهم. طب انا ما اقدرش. انا اسف اتكلم. حاضر. ايوه يا سيدي. ايوه انا النقيب شبلي درغام. عايز ايه؟ ايه؟ كشفتوني؟ وايه يعني لما تكشفوا؟ ايه يعني؟ طب لو كشفوش؟ ايه يا اخويا الناع؟ ايه؟ هتديني 50,000 دولار وعليهم كوره كفر؟ لا انا بصراحه عايز جراب للموبايل. الو اديني نمره الظاهر عندك على الموبايل بسرعه. دي نمرة كابينة في الشارع، الناس دي حريصة يا باشا. برافو عرفتها لوحدك؟ بس ما تقلقش. نقيب شبل. أمر يا فندم. أنت تطلع دلوقتي على الوادي العترة بتاعك تاخد منه السي دي. حاضر. بعدها على طول تطلع تأمن الحفلة الغنائية بتاع الفور كاتس. حفلة غنائية بتاعت مين يا فندم؟ الفور كاتس. إيه مش عارفهم ولا إيه؟ فور كاتس؟ أيوه. لا إحنا خدنا الحاجات ديت من كي جي 2. فور كاتس، فايف دوجز، 3 دورز، 2 أيز، أعرف حاجات كتير يعني. 2 أيز إيه؟ ايه تو ايز دي؟ بقول لك الفور كاتس. فور كاتس.
ايوه يا فندم عارف، بس اول مره اعرف انك انت مهتم بالحيوانات، انت كل يوم بتزيد في نظري حبايه. انا فعلا نسيت اخد الحبايه النهارده. بس الرفق بالحيوان مطالب بيه في العالم كله، بس حكايه انه يتعمل لهم حفله غنائيه مش كتير شويه يا فندم؟ يا ابني الفور كاست دول اربع بنات. من عارف يا فندم نوتشي. نوتشي؟ نوتشي؟ يا ابني اربع بنات بيغنوا في حفله غنائيه. حفلة زي حفلات ضوضاء المدينة ضوضاء؟ لا يا فندم لا، انت ساكت على نفسك، انا مش مبسوط منك، انا ملاحظ ان كل ما بشوفك انت بتتعب. قصدك انا لما بشوفك بتعب صح؟ يا ريت تمشي. لا يا فندم، كل ما هتبعد عني كل ما هبقى كويس. ما يصحش اسيبك وانت تعبان. يا عمي ابعد عني، اطلع المرمورية بتاعتك يا حظ بخيل. اتفضل. حاضر.